أبدان الائتلاف يمني المجر في ظل تداعيات الأحداث المتجددة والعنف المستمر من قبل نظام الرئيس اليمني علي صالح الدكتاتوري المستبد الذي استخدم فيه جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والسامة والمحرمة دوليا ضد أبناء الشعب اليمني العزل عن السلاح والمطالبين بحقوقهم الشرعية والدستورية. ويضيف السفاح صالح إلى تاريخه الدموي هولوكوست مدينة تعز وقتل المواطنين العزل وقام بإحراق الخيام التي يعتصم فيها أبناء الشعب وبداخلها عدد من الجرحى والمعاقين الذين لا يستطيعون الهروب من وطأة القصف الناري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة أكثر من 1000 آخر بجروح حالة بعضهم خطيرة جداً. وذنبهم أنهم منذ 4 أشهر أو أكثر وبطرق سلمية وحضارية يطالبون هذا النظام بالرحيل الذي دمر البلاد وأكثر فيها الفساد وأخر اليمن إلى عصور ما قبل التاريخ، وذلك منذ 33 عاما. الأمر الذي يستدعي تصنيف هذا المجرم وعصابته ضمن مجرمي الحرب الذين يجب إبعادهم عن السلطة وملاحقتهم ومحاسبتهم محليا ودوليا، وبالإضافة إلى ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية خلال 3 أشهر الماضية والتي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى من بينهم أطفال ونساء. ومع ذلك فإننا نرى الموقف الأوروبي لم يخرج عن إطار الإدانة والاستنكار، ونحن أبناء الجالية اليمنية في دولة المجر نقف للمرة الثانية أمام رئاسة المفوضية الأوروبية في بودابست مطالبين بالآتي: أولاً، نطالب الاتحاد الأوروبي بالتعاطف الإنساني الجاد مع أبناء الشعب اليمني المظلوم ومساندته في انتزاع حقوقه الدستورية والمشروع وأن يساهم في حمايته وتحقيق أمنه. ثانيا، نناشد الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الدول الدائمة العضوية لمجلس الأمن الدولي بالدعوة لانعقاد المجلس وذلك لإيقاف نزيف الدم وجرائم الإبادة الجماعية المنظمة ضد الإنسانية في اليمن واحترام إرادة الشعب اليمني. ثالثاً، نوجه نداء استغاثة لإنقاذ حياة اليمنيين بعد الجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها المعتصمون في مدينة تعز، وأن ما تقوم به قوات الأمن والجيش والمرتزقة هناك تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ونؤكد بأن ما تقوم به الدولة يستدعي أو ما تقوم به السلطة يستدعي التحرك الفوري والعاجل لاعتقال ومحاكمة كل من ساهم فيها سواء بالأمر أو التنفيذ، حيث وأن ما قاموا به من جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن السماح لهم بالإفلات من العقاب في أي مكان أو زمان داخليا أو خارجيا. صادر عن ائتلاف يمني المجر بتاريخ 2011 شهر يونيو 3 شهر 4 شهر 4 شهر 3 يونيو 4 يونيو 2011. أحلى لقطة.